مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله بالنشرة الجوية وحالة الطقس. خلال 24 ساعة القادمة أجواء حارة وجافة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات من 10 ل 40 كيلومتر في الساعة، وحاليا قاعدة تزيد سرعة الرياح ممكن تصل ل 55 كيلومتر في الساعة. تثير الغبار خاصة على المناطق المكشوفة وممكن تنخفض معها الرؤية الأفقية. أما حاليا في مدينة الكويت فالرياح خفيفة سرعتها 10 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 42 درجة مئوية والرطوبة النسبية 10%، والرؤية الأفقية جيدة لأكثر من 10 كيلومتر. بالنسبة لحالة الطقس، أول نهار يوم الأحد إن شاء الله أجواء حارة وجافة، سرعة الرياح من 20 إلى 55 كيلومتر في الساعة، تثير الغبار خاصة على المناطق المكشوفة. درجة الحرارة الصغرى في مدينة الكويت 35 درجة مئوية، العبديلي 31 درجة مئوية، الشقاية والسالمي 31 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الوفرة 32 درجة مئوية، جزرنا الشمالية 35 درجة مئوية، والجزر الجنوبية 34 درجة مئوية. يستمر الطقس حار لبعد منتصف نهار يوم الاثنين إن شاء الله، والرياح تستمر شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت 47 درجة مئوية، العبديلي 50 درجة مئوية، الشقاية والسالمي 50 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية والوفرة 49 درجة مئوية، جزرنا الشمالية 45 درجة مئوية، والجزر الجنوبية 44 درجة مئوية. البحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم. المد الأول الساعة 44 دقيقة، المد الثاني الساعة 54 دقيقة العصر. الجزر الأول الساعة 11:10 دقائق الصبح، والجزر الثاني الساعة 11:10 دقائق بالليل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:35 دقيقة، شروق الشمس الساعة 5:05 دقائق، غروب الشمس الساعة 6:43 دقيقة. حالة الطقس خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله يوم الأحد والأثنين، نشاط بالرياح توصل سرعتها ل 60 كيلومتر في الساعة، تثير الغبار خاصة على المناطق المكشوفة. يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى تتراوح من 47 إلى 49، وقد تصل إلى 50 درجة مئوية، والصغرى من 33 إلى 35 درجة مئوية. كانت هذه نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة والعودة للزملاء في الاستديو.